ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بحبكم في الله، اجمل متابعين في الدنيا. قبل ما ابدا الفيديو، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. شكرا ليكم، وشكرا لحسن متابعتكم، وشكرا لمشاهدتكم، وشكرا لحضوركم معايا. بحبكم في الله بجد. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، وديم علينا التواصل والمحبه في الله ان شاء الله. النهارده هنعمل الكشري المصري بطريقه سهله وجميله وبسيطه وباقل التكاليف، هتعجبكم خالص. جربوها وتقولوا لي في الكومنتات ان شاء الله. احنا هنا معانا مكرونه زي اي مكرونه، زي ما تحبي، اسباجيتي، عقل، اي حاجه، الام، اي مكرونه. معانا صلصه، طبعا الصلصه دي انا بحطها في الفريزر، وريت لكم الطريقه قبل كده، سهله وجميله وبتقعد معانا. طبعا الطماطم غاليه الايام دي، فبنطلع من الصلصه وبنعمل ايه، بنطبخ بيها. معانا خل هنا، معانا شعريه، معانا عدس بني، في ناس بتقول عليه عدس بجبه، الاثنين الاسم واحد. معانا رز، معانا كمون، شطه، ملح، معانا توم، ومعانا بصل. طبعا الكشري بياخد غلبه كتير، وناس كتير بتكسل تعمله وبتستسهل تجيبه من بره، بس طبعا الحاجه اللي في بيتك انضف وامن، وبتبقى بصراحه احسن من اكل بره بكتير. على الاقل حاجه انت عاملاها في بيتك قدام عينيكي، انت اللي عاملاها بايديكي، اكل نضيف لبيتك ولولادك، تبقي مطمنه عليهم وانت عارفه انت عامله الاكل ازاي. احنا طبعا هنبدا بقى نعمل ايه، نبدا بقى نغسل الرز، ونعمل الرز ونغسل العدس ونحطهم على النار، يعني نعمل الرز ونعمل العدس ونسلق المكرونه في وقت واحد، وبعد كده نجهز التخديعه بتاعت الكشري. بدانا بالمكرونه، حطينا الميه وحطينا الميه الملح والزيت معاها، وهنسلق المكرونه ونسيبها تتسلق، ويلا بينا نغير على العدس. غسلنا العدس وحطيناه يتسلق، يبقى كده المكرونه بتتسلق والعدس بيتسلق. يلا بقى بينا نروح نعمل الرز. كده حطينا سمنه، حطينا عليها الشعريه، نحمر الشعريه بقى كويس، لما تبقى يدينا لون الرز كده نبدا نحط عليها الرز. الشعريه اتحمرت خلاص، حطينا الرز اهو، غسلناه وحطيناه. شايفين لون الشعريه بقى عامل ازاي؟ ما بنغمقهاش قوي عشان ما تبقاش محروقه. وطبعا بتكوني عارفه عيار الرز بتاعك، بتبداي تحطي العيار بعد ما تقلبي الرز تقليبتين كده. نحط ملح، حطينا كده الميه، عيار الرز، وحطينا الملح. يغلي بقى الرز ثواني ونوطي عليه لما يستوي، ونروح نبص على المكرونه والعدس ونبقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنجيب بقى حله ونحط فيها زيت، ونيجي نقطع البصل المكعبات ونحطها. طبعا المكرونه اتسلقت وانا معاكم، خلصت المكرونه وطفيت عليها. كده العدس على النار بيتسلق، وكده هنعمل التخديعه بتاعت الكشري. خليكم معايا، ما تروحوش بعيد، واهم حاجه اللايك الجميل بتاعكم، سبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. البصله لما بتبقى مكعبات كده، ما تبقاش معموله في الكبه او مبشوره، بتدي طعم احلى في التخديعه. اهي يا حبايبي البصله خلاص قربت تحمر اهي. طبعا البصل دي ما بغمقهاش، يا دوب بتدينا لون الرز كده. ونبدا نحط الصلصه، طبعا طماطم، انا مش بحب الصلصه التانية في الكشري بالذات، لازم صلصه الطماطم بتدي له طعم جميل. نحط البهارات بتاعتنا، معلش سامحوني انا اللي بصور نفسي، مفيش حد يصورني، فالتصوير طالع مش قد كده فسامحوني. نسيبها بقى تتسبك، ويلا بينا نشوف البصله هنعمل فيها ايه. دي بقى البصله اللي هنعملها للتقليه اللي على الوش، على وش الكشري. بنحط لها رشه دقيق عشان البصل ما يمسكش في بعضه مننا ويعجن، وبنحط لها حبه خل، وبنقلبهم كده في بعض كده، وبنسيبهم شويه، وبنبدا نحمرهم على بال التخديعه ما تتعمل والرز يستوي، يكون الباقي خلص اهي كده. تديكي بقى بصله مقرمشه وحمرة وجميله. يلا نحمرها اهو حبايبي،
ذبحنا الزيت وحطينا البصله فيها بعد ما نعناها شويه بالخل والدقيق. بصوا ما تكتروش في الطاسه يعني عشان ما يعملش في بعضه ويتماسك كده عشان يطلع مفرفر كده وحلو، ما تكتروش في الطاسه. شايفين هتطلع مقرمشه وجميله وحلوه وبالف هنا كده. خلاص حمرنا البصله اهيت، شايفين مقرمشه وجميله اهيت. ايه رايكم اهي؟ يلا بقى بينا نعمل الشطه واوريكم بتتعمل ازاي، نحمرها ونحط لها الصلصه واوريكم بتتعمل ازاي. ريحه الشطه محوحه، شايفين بنحمرها كده في شويه زيت بتاع البصله ده. يا خبر على ريحه، يا خبر اللي يقدر بقى عليها الشطه دي. طبعا احنا مش هنحمرها قوي عشان ما تبقاش حرقه قوي، يا دوب كده تقليبتين في الزيت، ونقوم حاطين لها حبه صلصه اللي هي سبكناها ديت اهي. ايه يا حبايبي، نزودها شويه ميه صغيرين. كده احنا عملنا الشطه خلاص تمام كده. يلا بقى بينا نروح لدقه الايه، الخل والثوم. خلصنا كل حاجه، فاضل بقى دقه الخل والثوم دي. عملنا ثوم وحطينا عليه شطه وكمون وملح، ونحط له الخل. دي دقه الخل والثوم، ما بنحطلهاش حاجات اكتر من كده. خلاص كل حاجه خلصت، الرز اهو خلص، العدس خلص، المكرونه، الشطه، تسبيكه، البصله. عاوز اقول لكم ان ممكن تحطوا حمص، بس انا اكتر المحلات بتحط حمص، بس انا ما عنديش حد بياكل الحمص، فانا بعمل الكشري كده. طبعا حاجات في بيتك موجوده، ما بتضطريش ان انت تشتري، باقل التكاليف واكله سهله وجميله وانضف من اكل المحلات. يلا بقى بينا نغرف الكشري. كده حطينا الرز خلاص، هنبدا بقى نحط عليه المكرونه. عاوز اقول لكم ان انا مش بعمل كميات كتير عشان ما عنديش حد بياكل كتير، بس العدس طلع كتير، فانا اللي هيتبقى هقول لكم بقى هعمل فيه ايه في فيديو تاني، هعمل لكم بيه اكله جميله. العدس اهو، دي بقى الصلصه اللي احنا عاملينها مسبكينها. دي بقى البصله اللي احنا محمرينها. طبعا معانا هي الخل والثوم ومعانا الشطه، دي اساسي، بس انا مش هحطها في الطبق. احنا هنا كده عشان عندنا في بيحب حامي وفي ما بيحبش، وفي بيحب بالخل والثوم وفي مش بيحب، بس هو طبق الكشري الجميل اهوت وبالف هنا. ولو عجبتكم الطريقه قولي في الكومنتات بتاعتكم الجميله، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد، وتفضلوا تغدوا معايا.